أظننا اخترعنا طريق للأذى فقط. حرام عليك، اخترعنا اليوم الرباط النفاث. هل كل شيء؟ نحن فقط نحب أخبارك بأن نصيحتك بجمل فعلا، لذا لا نحتاج إلى المزيد من النصائح. شكرا. أنت متأكد؟ صديقك هنا يشتعل من الحماسة. نصائحك ستشعل حربا نووية. نعم. لا شيء، لا شيء أبدا، كان يتابع الأخبار قبل قليل. خطر ببالي شيء. هذه نصيحة جميلة ثانية، الضحك دواء الألم. سيداتي وسادتي اسمعوا جيدا، والآن سنشفي آلامكم بقوة الضحك السحرية مع نهفة جامبول وسلبات داروين. تعال نضحكهم. هاي هاي، أخذت لك أنفك. وجدت أنفي؟ الدكتور قال سيلصقه إن وجدته. لا قصدت. تفضل. هاي 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 هاي، جربت خدعة التقطيع ولكن بلا صندوق صحيح؟ واو، اسمع سأضع لك مزهرية هنا بهذا الجهاز الرائع. والآن يطيرون من الفرحة. أين مكان هذا؟ أظنها هنا. بسرعة أحضر المناديل. أهرب. عليك. وأنا أيضا. لحظة. أين سنذهب؟ لغرفة الأستاذ سمول. ماذا؟ لا، أي نصيحة عبقرية أخرى ستودينا وراء الشمس؟ إنه مجنون، هو ونصائحه. لا نريد نصائحه، لكن يجب أن لا يعرف نتائجها. يجب أن لا نكون سبب تحطيم روحه المعنوية. لا أبداً، مستحيل أن أعود إلى مكتبه. تأخرت، نحن هنا أصلاً. لا، قلت لك لن أدخل. هلا شباب، هيا، كيف كان هذا اليوم المليء بالإلهام والنصائح؟ يجنن. طيب، ربما علي التوقف عن النصائح والعودة لحياتي اليومية. يجنن، يجنن من الروعة، مثل أن ترى شيئا جميلا جدا فيضرب دماغك ويجننك. جاز؟ بل يجنن المجانين حتى. تقصد ألهمت أحدا اليوم بنصيحة؟ صح. صح، تمام. مستحيل، بدأنا من جديد. الإلهام موهبتي، تنوير العقل مصلحتي، لأجل العلم يأتوا لأفق جديد يتطلع. علينا إخفاء الدمار من وراء نصائحي. بخطوة صغيرة المشوار الطويل أقرب، وكل ميل يصير أسرع أن تمضيه بحب. نصيحتي بجمل، لن تندم يا حبيب، شغل عقلك واجعل كل ما عندك قريب. اسمع مني الكلام وقل يا سلام. نصيحتي بجمل، لن تندم يا حبيب، لا تحكم على غيرك، امنحهم أذى.